تعالوا نروح بقى للخبر الثاني، خبر يخص مجلس النواب. النهارده وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وسط تحية واسعة لرجال وزارة الداخلية على الجهد المبذول في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الأسود. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرا وضبط صياغة بعض النصوص وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة. طيب احنا عشان نعرف اكتر عن القانون دوت وتفاصيله احنا معنا على الهاتف السيد النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب. اهلا بحضرتك يا احمد بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك يعني اولا يعني ممكن حضرتك تشرح لنا القانون وبعد كده نعرف التعديلات ديت يا فندم، هل دي جت في وقت مهم جدا في ظل الجهود التي تقدمها الشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب الأسود؟ هو القانون يعني جاء لحماية رجال الشرطة وتقديرهم على المجهودات اللي عملوها. هو الصراحة يمكن القانون اتأخر كثيرا، يعني كان المفروض هذا القانون ينشأ من عدة سنوات سابقة. نعم. طبعا هذا تقدير لمجهودات رجال الشرطة وتقدير لهم. احنا شفنا يعني احداث ما بعد ثورة 25 يناير، كان في فوضى خلاقة في الشوارع وفوضى خلاقة في الحياة، كلنا شفناها يا احمد بيه وعانينا منها، وكانت فعلا الشعب المصري كله كان يعاني ويضج من الفوضى وخروج الخارجون على القانون. طبعا احنا يمكن لأول مرة نحس بقيمة رجال الشرطة في هذه الفترة، ونحس انهم فعلا تواجدهم لابد منه. نعم. لابد ان يكون هناك رجال شرطة شرفاء يخدموا الوطن. جاء هذا القانون تقديرا لمجهوداتهم طبعا وحياتهم وما قدموه من حياتهم والتضحيات بحياة ليهم، فجاء هذا القانون لكي يمنحهم الثقة ويمنحهم الاستقرار ويمنح رجال الشرطة كل ما هو يفيدهم ويقويهم لممارستهم حياتهم في العمل. طبعا احنا هذا القانون يمكن قانون صدر في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لهم، تقديرا لرجال الشرطة اللي هم كانوا يعني محتاجين هذا القانون لتحفزهم لأداء أقصى واجبات العمل بتاعتهم. نعم. احنا شفنا الصراحة يمكن احنا في الصعيد مرينا بكبوات في ثورة 25 ما بعد ثورة 25 يناير وعدم تواجد شرطة، شفنا عمليات كثيرة تدل على غياب الشرطة من افتراء واستيلاء على أراضي واستيلاء على الناس. نعم، قاموا بتضحيات كبيرة جدا رجال الشرطة يا أحمد بيه. يعني طبعا رجال الشرطة لا ومفيش كلمة يقدر شكر كمان تكفيهم، يعني ولا كذا قانون كمان يكفيهم. يعني فعلا أنا مع حضرتك أن هذا أقل واجب لرجال الشرطة، لأن لولا رجال الشرطة ولولا الأمن ما وجدت الدولة المصرية. نعم. النهاردة الأمن حافز أساسي، أنا كراجل بشتغل في السياحة، النهاردة عدم تواجد الأمن واستقرار الأمن يمكن إحنا خسرنا كتير في عدم قدوم السياحة إلى مدينة الأقصر للفوضى التي خلقتها ثورة 25. في كافة المجالات كلها طبعا يا أحمد بيه، يعني طبعا في كل المجالات. أنا المجال السياحة لأن أنا يعني واخد فيه وشغلي وخبرتي فيه. طبعا عشان حضرتك خبرت حضرتك فيه طبعا رجال الشرطه طبعا هذا. هو رجال السياحه عايزه ايه غير امن وطرق؟ يعني بالضبط. تلاقي طرق كويسه كرجل طبعا سياحه او مثلا كسائح جاي هنا البلد عايز يلاقي طريق كويس وعايز يبقى فيه امن واستقرار، يبقى فيه امن عام. الامن طبعا العام النهارده
تواجد النهاردة الخارجين على القانون، شفناهم بكل وسائل يعني الافتراء وسائل التحدي للمواطن المصري والاستفزاز والتخويف والتشعيب، يعني كل ده هذا حدث. فالنهاردة هذا القانون زي ما قلت حضرتك، يمكن احنا لو قلنا في 5-6 قوانين تاني لرجال الشرطة عشان نديلهم حقهم، نعوضهم، اثار الشهداء تتعوض، الناس اللي ضحت بحياتها، الناس اللي ضحت طبعا بأولادها وبيوتها. فهذا قانون يعتبر يمكن الاول من نوعه. هو القانون عباره عن ايه بقى يا احمد بيه؟ هو التعديلات للقانون وتعديلات في صياغه الاحاله للمعاش، صياغه للاستقرار، صياغه الاستقرار الوظيفي، للجزاءات لكل ما هو يحتوي او ما يمس رجل الشرطه. يعني ما تعديل هناك مواد في كل ما يخص رجل الشرطة في كل ما، سواء ترقية، سواء محاسبة، سواء جزاءات، سواء معاش، سواء مرتبات، تعديل مرتبات، يعني كل المواد هذه القانون تخدم رجال الشرطة وتصب في مصالحهم لكي ينتج رجل الشرطة ويمارس حياته في الشارع المصري. طب هيطبق امتى بقى؟ يعني حضرتك انت وافقت فيه في مجلس النواب، هيطبق امتى بقى ان شاء الله يا احمد بيه؟ مجرد التنفيذ، هو الموافقه بتطلع على سياده الرئيس، سياده الرئيس طبعا بيمضي على الموافقه وتنشر هذه الموافقات في الجريده الرسميه للدوله، وبعد كده بيبدا في التطبيق. يعني يطبق فورا بعدها باذن الله. ان شاء الله، طالما خدت الموافقه بس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر الأوامر ويمضي على هذا القرار وبدء العمل فيه. نعم أحمد، سيادة النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. وطبعا زي ما احنا عارفين أن رجالة الشرطة ورجالة الداخلية بصراحة يعني ليهم حقوق كتير جدا عندنا. يكفي الاستقرار اللي رجع، يكفي الامن اللي رجع، يكفي اللي انت دلوقتي بتمشي دلوقتي في الشارع انت مطمن. ربنا طبعا ما يعودها طبعا ايام اللي هي بتاعه 2013 و2012، انت كنت بتنزل الساعه 9 بالليل قلقان على اهل بيتك، مش قلقان على نفسك كمان، لا قلقان كمان على اهل بيتك. دلوقتي الفوضى انتهت، بقى في استقرار، وزي ما احنا سياده النائب احمد قال لك ان السياحه ومجالات كتيره طالبه ايه؟ طالبه امن وطرق. يعني انت كاستثمار، حتى لما تيجي تعمل مصنع جديد حلو، عايز طريق تمشي عليه وعايز يبقى فيه امن، وده اللي تم تحقيقه في الفتره الاخيره وفي الجمهوريه الجديده. برضو كسياحه زي ما احنا كده وضحنا، قلنا السائح بيجي من بره هو عايز ايه غير ان يلاقي طريق ماشي فيه كويس يقدر يروح بيه المتحف الكبير، يقدر يروح بيه الاهرامات، لو هو مسافر الاقصر واسوان يقدر يسافر، لو مسافر حتى بري يعني، ده غير طبعا المطارات كمان اللي اتفتحت كتيرة جدا، يلاقي فيه استقرار ويلاقي فيه أمن. والأمن دوت بصراحة يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وزارة الداخلية، يعني يكفي كمان الإرهاب كمان الأسود اللي قضى عليه كمان القوات المسلحة ورجال الداخلية. يعني بصراحة يعني احنا بنرفع لهم أو يعني بنقول لهم شابوه وبنشكرهم جدا، وتحياتنا دايما ليهم دايما، وربنا أكيد يا رب يخليهم لينا. يعني حتى احنا هنروح دلوقتي حتى كمان لخبر، الحقيقه وزاره الداخليه بتقدم جهود كبيره جدا لحفظ امن واستقرار الوطن، وده ظاهر للجميع على ارض الواقع.